صراع جديد بين أندية وليبو وفرق العاصمة تمثل في مواجهة الساحل المغمور ثالث أندية نواليبو بالدوري بالجيش العريق مساء الأربعاء على نجيلة الملعب الأولمبي الذي كان شاهداً على تحقيق الانتصار من طرف القادمين من مدينة نواليبو الذين كانوا أصحاب المبادرة منذ بداية المباراة قبل أن يرد الجيش بهجمات لم يوفق فيها. الخوف من السقوط في هذه المواجهة أدى إلى تسرع أضاع هدف التقدم على أبناء نواليبو في أكثر من مناسبة. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، أما الثاني فواصل فيه الساحل بحثه عن التقدم في ظل الهجمات المرتدة للجيش الذي اهتزت شباكه في الدقيقة 77 عن طريق المهاجم يعقوب هدف منح الساحل الفوز ورفع رصيده لثمان نقاط، فيما تجمد رصيد الجيش عند النقطة الثالثة متذيلا لترتيب المجموعة الثانية. الجيش سيلتقي في الجولة القادمة نادي الكسر، فيما تنتظر الساحل مواجهة قوية أمام الكدية. مواجهة أخرى تقاسم فيها سنيم وضيفه كهيد النقاط بعد التعادل السلبي، مباراة كان عنوانها تضيع الفرص خاصة من جانب وصيف الكأس. سنيم كانصادو الذي أهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، أما أبناء كهيدي فلم يستغلوا الأخطاء الدفاعية التي منحت لهم من طرف دفاعات سنيم في مباراة صعبة انتهت بيضاء النتيجة، نتيجة رفع من خلالها كهيدي رصيده للنقطة الثامنة. أما أبناء كانصادو فوصلوا للنقطة الرابعة بعد تعادلهم الثاني تواليا. سنيم المتعثر عليه أن يلتقي مع المتصدر تفرغ زينة في الجولة القادمة، بينما يصطدم كيهيدي بنادي الشرطة.